اصلا مرحبا بكم الناس الكل. اليوم مش نعملوا مقارنة كبيرة برشا بين الجالكسي A 10 و جالكسي A 10 اس. كما تلاحظوا عندنا زوز هواتف قدامنا. نحلوا الصندوق الاول اللي الاولاني اللي هو A 10 العادي. كما تشاهدوا الهاتف A 10 وهنا عندنا A 10 اس. هلا حلينا زوز هواتف من قبل باش نبداو المقارنة ديريكت. هذا هما زوز هواتف يشبهوا لبعضهم، اما تنشوفوا الاختلاف كما تشاهدوا من الخلف نلقاو زوز كاميرات وبصمة بالنسبة للA 10 اس، وهنا ما فماش بصمة وفما كاميرا واحدة بالنسبة للA 10. باين نبداو توا المقارنة ناحية السمك والطول والعرض. حجم الشاشة بالنسبة للزوز هواتف 6.2 بوص. نوعية الشاشة بالنسبة للA 10 يخدموا بالـ EPS LCD، بينما الA 10 S نلقاو PLS TFT. لاحظوا الA 10 يخدموا بالـ LCD والA 10 S بالـ TFT. هنا نلاحظوا لي الA 10 العادي خير من الA 10 S. بالنسبة للرزوليسيون تاع الإكران 720x1520. زوز يستعملوا أندرويد 9 قابل للتحويل إلى أندرويد 10. بالنسبة للبروسيسور نلقاو ميديا تيك MT 6762 هيليو P22 بالنسبة للA 10 S، و إكسنوس 7884 بالنسبة للA 10 العادي. هنا نلقاو A 10 S يستعملوا في الأوكتا كور 2.0 جيجا هرتز، بالنسبة للA 10 العادي أوكتا كور 2.1 جيجا هرتز. بالنسبة للرام، الرام نلقاو لهنا 2 جيجا رام في الA 10 S و 2 جيجا رام في الA 10 العادي. ذاكرة داخلية 32 جيجا بالنسبة للزوز هواتف. نوعية الصورة كما تشاهدوا نلقاو 13 ميجا بيكسل في زوز هواتف، بينما الA 10 S 13 ميجا بيكسل الوايد و 2 ميجا بيكسل للديث. زوز كاميرات كما تشاهدوا زوز زوايا مختلفة نجمو نصوروا. بالنسبة للسيلفي، السيلفي عنا كما تشاهدوا زوز هواتف مش خايبين في السيلفي. نلقاو 5 ميجا بيكسل بالنسبة للA 10 على اليمين، و 8 ميجا بيكسل A 10 S. زوز كاميرات في الوسط كما تشاهدوا، عندنا الفلاش ليد فلاش HDR، وبالنسبة للفيديو 1080 بيكسل. بالنسبة للباتري نلقاو 4000 ملي أمبير بالنسبة للA 10 S، بينما 3400 ملي أمبير للA 10. هذا هو الاختلاف في الباتري. البطارية نتاع A 10 S أقوى من A 10 العادي،
نجد في هذا الهاتف اللون الأحمر والأسود والأزرق. سعر الهاتف بالنسبة ل A10 طاح سومو 450 دينار، كي هبط نزل ال A10S، ال A10S ولا 499 دينار. زوز هواتف نحلو بقعة البيوس على اليسار كيما تشاهدوا، هنا الاختلاف نتاع البوتون نتاع الفوليوم على اليسار ولهنا على اليمين. بقعة الشارج USB، تشاهدوا البافل كيف تبدل البقعة نتاعو. بالنسبة للحجم بريسك كيف كيف، مفماش فرق كبير. بالنسبة للوزن كيف كيف، الوزن 168 جرام، طول الشاشة 156 على 75، 7.8 كيف كيف، نفس الكبر نفس العرض نفس السمك. زوز هواتف مش بعد برشا لبعضهم، الاختلاف لهنا قلنا في البصمة والباتري، الباتري زادوا قووا فيها 4000 ملي أمبير، البروسيسور، وعنا زوز كاميراوات. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.